امين واحفظنا بحفظك. اللهم الاخذ بالاسباب دكتور متولي من حسن التوكل على الله عز وجل. فهل الأخذ بالأسباب يتعارض مع التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الأخذ بالأسباب هو من التوكل على الله سبحانه وتعالى. فكما قال غير واحد من السلف إن ترك الأسباب قدح في الشرع والعقل، وإن الاعتماد على الأسباب وحدها هو شرك بالله سبحانه وتعالى. فلما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال في الناقة، الحديث في سنده مقال لكن معناه صحيح، فقال أعقلها وأتوكل أم أرسلها وأتوكل؟ فقال بل أرسلها وتوكل. أعقلها؟ قال معذرة. قال أعقلها وتوكل. قال أعقلها وتوكل. فأعقلها قيدة. فالأعرابي فكرة التوكل أو مسألة التوكل عنده ليست واضحة، فظن أن من التوكل أن يترك الناقة يعني سائبة ويقول أنا توكلت على الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له وقال بل اعقلها وتوكل. فهذه حقيقة التوكل، أن تأخذ بالأسباب. فالذي أمر بالأسباب هو المشرع، هو المشرع. والتوكل عمل القلب، والأخذ بالأسباب عمل الجوارح، فلا منافاة بين هذا وبين ذاك. فتوكل عمل قلبي لله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه إلا الله. أما الأخذ بالأسباب فهي أعمال الجوارح. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم فإنه ظاهر بين درعين صلى الله عليه وسلم، يعني ليس درعا واحدا وإنما ظاهر بين درعين، وبني له عريش على قمة في غزوة بدر، وأخذ بالأسباب المتاحة. وفي الهجرة كما هو معلوم أخذ بالأسباب المتاحة، كل الأسباب المتاحة. وهل كان النبي لا يتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ فبعض الناس يفهم حقيقة التوكل ومسألة التوكل خطأ. فالتوكل باختصار هو أن نأخذ بالأسباب ولا نعتقد فيها، إنما نعتقد في ربنا سبحانه وتعالى، إذا شاء عملت الأسباب وإذا شاء أبطل الأسباب سبحانه وتعالى. نعم.